أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يحاسب نفسه في كل يوم فليس منا. من لم يحاسب تنحل في فردين أساسيين. الفرد الأول الشخص المفرد، يعني أنا كشخص مفرد علم، أنت كشخص مفرد علم، وهي كشخص، الواحد منا إن لم يحاسب نفسه في كل يوم، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخرجه من قائمة الشيعة، يقول فليس منا. هذا الجهة الأولى. ما ينسمع الصوت. صلوا على محمد وآل محمد. الجهة الثانية المجتمع. المجتمع يمثل حالة مستقلة ربما ذاب فيها الفرد، بمعنى هناك عقلية شخصية إلى الفرد الواحد، وهناك عقلية للمجتمع، العقلية الجماهيرية ربما تسمى في بعض علوم الاجتماع. تكون عندي الفكرة، تكون عندي القناعة، ولكن عندما أندمج في المجتمع، أكون في تيار المجتمع، فلربما عملت على خلاف ما أحمل من قناعات بسبب ضغط الفكرة التي يحملها المجتمع. أضرب مثل لتقريب الصورة. لاحظوا في المباريات، مثلا مباريات كرة القدم أو مباريات كرة السلة، ربما واحد من القرية من الديرة عاقل راكد رزين، ما عرف عنه أو ما عرفت عنه الخفة، ولكنه إذا يذهب في المدرجات مع الجمهور ويسجل فريق جول ويهيج هالشكل، الجمهور يصفق ويشجع، هذا مع الجول الأول والجول الثاني وش يصير؟ يقوم ويا الناس، مع أنه لو كان يتابع المباراة في البيت في التلفزيون يمكن يستانس فقط إذا فريقه سجل هدف، لكن إذا كان مع الجمهور تتلاشى شخصيته في جانب من الجوانب ويندمج مع التيار الجماهيري. الخطورة أننا قد نحمل بعض القناعات المرضية عند أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ولكن المجتمع على قناعات مغايرة. أنا كفرد عندما أخرج في المجتمع بقناعاتي الشخصية أكون منكراً بين الناس، شاذاً بين الناس. يعني أسألكم بالله سبحانه وتعالى، الطفلة الصغيرة إذا لبست الحجاب والعباءة، عباءة الرأس، هذا أمر يرضى عنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو لا؟ يعني الظاهر بأنه ما في شك بأنه محل رضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن إذا تأخذها وتطلعها في المجتمع، وش يقولون الناس؟ ملاحظ؟ يقولون أنت معقدنها، أنت هيل بنية تواجه حرب نفسية من المجتمع، ربما هذه يؤذيها على المستوى النفسي إذا ما كنت محصنها في البيت، تشوف أمها أو أهلها
يضطرون إلى التنازل عن بعض القناعات إرضاء للحالة المجتمعية. إذن عندنا عقل فردي وعندنا عقل المجتمع. نحن في حاجة إلى مراجعة النفس على المستويين، على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي. هذه المقدمة، مقدمة الكلام الموضوع الذي نتحدث عنه. نحن اليوم ونحن نحيي ذكرى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي، نحن محل رضا عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لا؟ إحيائنا، طريقة كلامنا، طريقة تفكيرنا مرضية عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو لا؟ الخوف إن باكر يأذن الله سبحانه وتعالى للإمام عليه الصلاة والسلام بالظهور، وإذا به يعرض بوجهه عن البعض. لما يا سيدي؟ يقول: أنتم ما كنتم على الطريق، أنتم ما راجعتم أنفسكم، أعطيناكم الأدوات، أعطيناكم المقدمات، ولكنكم انسقتم وراء ماذا؟ وراء تيارات المجتمع، الثقافات المستوردة من هنا وهناك. وأنا قايل لكم راجعوا أنفسكم الآن، ساعة الحسم وساعة الظهور ما ينفع الكلام. فنحن نحتاج إلى مراجعة. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، ومنها ندخل إلى الموضوع إن شاء الله تعالى. يلاحظ الأخوة بعض الاتهامات التي توجه إلى المسلمين بشكل عام وإلى خصوص الشيعة. يقال مثلا بأن العبادة الفلانية الذي يمارسها المسلمون أو التي يمارسه الشيعة، يمارسها الشيعة، هذه كان البوذيون يمارسونها من آلاف السنين. هذه العبادة، ويجيبون لك تماثيل ويجيبون لك كذا، هذه كانت موجودة عند الديانة الفلانية وعند القوم الفلاني وفي الثقافة الفلانية. بعض المؤمنين يصابون بحالة من التشكيك فيما هم عليه. نحن مسلمون وهذا ما أثرناه عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن علماء الآثار وعلماء الأديان جايبين لنا ما يثبت بأن ما عندنا اليوم هو ما كان عليه الكفار والمشركون وعبدة الأوثان. كيف تحل هذه القضية؟ حل القضية بفهم هذه المسألة. هناك ما يطلق عليه في بعض العلوم الإنسانية بالتباني الثقافي أو التباني الفكري. ما معنى التباني الثقافي أو التباني الفكري؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على وفق قوانين تكوينية في حياته النفسية وحياته الاجتماعية لا تتغير، ثابتة. مو الإنسان اللي ابتدعها، مو الإنسان اللي وضعها لنفسه حتى يسير حياته النفسية وحياته الاجتماعية، وإنما هي خلقت من الله سبحانه وتعالى مع الإنسان. منطلقاتها، مبادئها، مناشئها من الله سبحانه وتعالى. هذه يلتزم بها تكوينا المسلم وغير المسلم، يعني لا تقتصر، ما لها علاقة بالدين، وإنما طبيعة الإنسان هكذا. مثلا مسألة الصدق والكذب، الصدق والكذب هذا مو أمر جاء به الإسلام بأنه حبب الصدق وقبح الكذب. هذه مسألة في تكوين الحياة النفسية والاجتماعية للإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان. مثال آخر، أنت في مجتمع من المجتمعات، في قرية ويدرات المباركة، الله يجعلها دائما أرض خير وسلامة إن شاء الله. إذا جاك واحد بخبر، خبر عادي،
فلان نجح، فلان تزوج، فلان انخطبت، فلان كذا، تصدقه أو ما تصدقه؟ ما في داعي إنك ما تصدق. مسألة تصديق الآخر هذه مسألة في عرف العقلاء، مسألة خلقت مع الإنسان، طبيعة حياة الإنسان بحسب جبلة الله سبحانه وتعالى هكذا. ما يحتاج إحنا ما ننتظر دين عشان يجي ويقرر لنا هذه المسألة. نعم، جاءت الأديان السماوية للتقنين، ما جاءت بشيء مو موجود عند الإنسان، ما جاءت بابتكار جديد الإنسان يستوحش أو ينكر. هذا ما جاء الذي جاء به الدين، جاء للتقنين. الأديان مو أجنبية، ولذلك الإنسان منذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا من آدم عليه السلام وأنت جاي ابتدع دين، عبد صنم، هو يتحرك في إطار قانوني تكويني مو أجنبي. هذا اللي عبد الصنم وعبد الوثن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن قوة خارقة يشعر بالأمان إن التجأ إليها. هو ما جاب شيء غريب، جد دين السماوي قال لي أنت عملك صحيح ولكن مو صنم، في هناك قوة حقيقية وهو الله سبحانه وتعالى. أنت مبدأ العبادة عندك لكن مو تعبد لي صنم، أعبد الخالق الجبار الغني. مبدأ العبادة هذا من وين جايبينه؟ قانون تكويني، واضح؟ فيجون العلماء، يجون هذا الناس، الأجيال البشرية من آدم عليه السلام إلى اليوم تتبانى فكريا، تتكامل ثقافيا، فلا تستوحش الأديان. إذا جاء الإمام عليه الصلاة والسلام ظهر براية الحق وقال أنشروا العدل في كل مكان، أنت وش يصير فيك؟ مطمئن لهذه الدعوة لأنك تبحث عنها بتكوينك، بفطرتك، بجبلتك، واضح؟ زين. إذن هناك تباني ينبغي أن نلتفت إليه ونراجعه دائما. هل ما نحن عليه اليوم راجع إلى ما تبانى عليه العقلاء فكرا، راجع إلى ما تبانى عليه العلماء ثقافة وفكرا؟ نحتاج أن نراجع هذه المسألة. طيب، الحين نرجع وندخل إلى الموضوع. برزت الشخصية العلمية، الشخصية الفقهية لعلماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بروز هذه الشخصية تقريبا من زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بروزها كان في التالي تحديدا: أصحاب الأئمة من الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وانت جاي كانوا يجمعون حديث الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويدون في كتب أطلق عليها الفقهاء مؤخرا اسم الأصول، 400 أصل بحسب ما قرر بعض العلماء. كانوا يسمعون من الإمام إما مباشرة أو بواسطة، وش يسوي؟ يكتب الحديث. من بعد هذا التدوين برزت مهارة علمية جديدة. لاحظوا الكلام، المحور وين؟ يجي هؤلاء الأصحاب الفقهاء العلماء من خواص المعصومين عليهم الصلاة والسلام إلى مسألة مثل الصلاة، يجمع أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أحكام الصلاة. يجمع وين؟ ما فيها قضية اجتهاد، ما فيها قضية رأي. هذا الكتاب اللي يكتبه مثلا حريز في الصلاة، في خصوص الصلاة، كل أحاديث أهل البيت التي وقف عليها يجمعها في هذا الكتاب. يجي واحد ثاني من علماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويبحث مسألة أخرى في الزكاة مثلا، في الخمس، في المبادئ، في إلى آخره،
سواء مسائل فقهية، مسائل في المعاملات، مسائل في الرجال، مسائل علمية، يأخذونها فقط من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويحفظونها في الكتب. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واجهوا مشكلة، وهي مشكلة الوضع والدس، حتى أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لعن المغيرة ولعن أبا الخطاب بأنهم وضعوا في كتب أبيه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات 100,000 حديث. كان العمل على قدم وساق من الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة للمحافظة على الأصول، للمحافظة على كتب الحديث ما دون عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني كأنما تفرغوا إلى هذه المهمة الخطيرة فحفظوا الحديث، وكان يعرض على المعصومين، يعرض على الإمام الهادي، يعرض على الإمام العسكري، يقولون لهم ترى عندنا هذه الكتب فيها أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صحيحة أو لا، يجي الإمام يعدل، يقول هذا غلط، هذا صح، هذا يمضي، هذا يعدله، يقول له هذا الكتاب الحين صح، احفظه عندك. فهذا صاحب الكتاب يجيز روايته إلى واحد من العلماء، فحفظت الأصول من خلال هذه الإجازات والأسناد. مرت الأيام، وصلنا إلى سنة 260 للهجرة، جاء القرار الإلهي بضرب ستار الغيبة، حجب الإمام. هذه مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الصعوبة على الشيعة وعلى علماء الشيعة، لأن الاتصال كان بينهم وبين الإمام بشكل مباشر. عندهم شيء يبغون يسألونه يروحون إلى الإمام، عندهم مشكلة شوية مستصعبة يروح إلى الإمام، عنده شيء شاك فيه يروح إلى الإمام. وفجأة سنة 260 هجرية يجي القرار من رب العالمين، الغيبة الصغرى. زين وش نسوي الحين؟ أولاً الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يدفع عنهم، يدفع عنهم ويش؟ مو فقط المخاطر، مو فقط الأعداء، وإنما حتى الجهالات. عندنا قاعدة يبحثونها الفقهاء عنوانها قاعدة اللطف، أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن تمام عدله أنه يقرب الناس إلى الطاعات ويبعد عنهم المعاصي وموجبات المعاصي. جاء العلماء من زمن الغيبة الصغرى، شوفوا التباني شلون، ها؟ قبل الغيبة وش كان عندنا؟ كان عندنا علماء اختصوا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يجمعون الحديث في هذه الأصول والكتب التي بلغت 400 وأكثر. في الغيبة الصغرى جاء مثل الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. وفاة الشيخ الكليني متى كانت؟ سنة 329 للهجرة، يعني مع نهاية الغيبة الصغرى. خلال 20 سنة جمع كتاب الكافي أصولاً وفروعاً. هذا الكتاب جمع في زمن الغيبة الصغرى، يعني منو كان موجود؟ السفراء الأربعة كانوا موجودين. وهذا مشروع خطير، مشروع استغرق 20 سنة، وبنظر الإمام، الإمام يدري أو ما يدري بأن الشيخ الكليني يشتغل، بأن باقي الحسن محمد بن الحسن الصفار صاحب البصائر يشتغل، أحمد بن محمد بن خالد البرقي يشتغل، هؤلاء كلهم كانوا في هذا الزمن يجمعون الأحاديث. وهذه كانت أخطر الوظائف وأخطر المهام التي قام بها علماء الشيعة. ليش؟ وش يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول أنتم في ضياع، أنتم في تيه، أنتم إلى ضلال ما لم تعتنوا بما أقول، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا،
حتى يردا علي الحوض. فنحن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: نريد أن نتمسك بالثقلين، أين هما؟ هذا القرآن محفوظ. طيب والحديث؟ احنا نسأل الإمام كان تحت عناية هذه الأمور أو لا؟ نحتمل قوياً. هذه مسألة اجتماعية، يعني مسألة إدارية. اجي واحد يقول لي أعطني دليل على أن الإمام كان مطلع على ما يقوم به الشيخ الكليني، أقول له أنت لو كنت مكان الإمام بتعتني بهذه الأمور أو لا؟ هذه مسألة إدارية، يعني ما تحتاج إلى دليل واحد زائد واحد يساوي اثنين. خرج العلماء من عصر الغيبة ودخلوا في عصر الغيبة الكبرى، فبرز علماء منهم الشيخ الصدوق، السيد المرتضى، هؤلاء الشيخ الطوسي، أستاذهم الشيخ المفيد. هؤلاء عملوا على وفق ما عمله أسلافهم من العلماء، جمعوا الروايات. يجي الشيخ الصدوق يبغي يكتب في الصداقة والأخوة، يكتب كتاب فقط يجمع في روايات أهل البيت في هذا الجانب. يجي الشيخ المفيد يبغي يكتب أيضا في المسألة الفلانية، يجمع الأحاديث. فنحن خرجنا من الغيبة الصغرى بإرث روائي ضخم ومهم جدا. تمادت الأيام، الدنيا تتغير، التحديات تتغير، نحتاج إلى لسان يواكب العصر، يواكب التحديات، ولكن بشرط الحين علماء الزمن المتقدم مرضيون عند الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ أقصد عملهم. هذا الإرث الروائي الذي ترك لنا، هذا محرض الإمام عليه الصلاة والسلام أو لا؟ احنا تونا قائلين بأن السفراء الأربعة مرت عليهم الكثير من الكتب، ما ورد أنهم اعترضوا، ما ورد أنهم نهوا عن تدوين الحديث، وهذا كاشف بدرجة كبيرة جدا على أن هذه الكتب محرضة الإمام عليه الصلاة والسلام. وش يقول إبليس لعنة الله عليه؟ ختام الكلام، إبليس في التحدي السافر يحكي عنه القرآن الكريم أنه قال: لأقعدن لهم وش؟ صراطك المستقيم. يعني ذاك الملعون يقول: أنا من أشوف المؤمنين على الصراط الموصل لرضا الله سبحانه وتعالى، وش أسوي؟ أجي أقعد على هذا الصراط عشان أحرفهم، عشان أشككهم، عشان أثير الفتن، أثير الشبهات بينهم، أثير الأزمات بينهم. يجي واحد يقول: إحنا واجد عندنا مشاكل في مواتمنا وفي مساجدنا، في عندنا خلافات واجد، ليش هذه الخلافات؟ خوب إبليس يقولون روحوا في المحلات اللي فيها والعياذ بالله لعبة، ما تحصل بينهم مشاكل. طبعا ما تحصل بينهم مشاكل، ليش ما تحصل بينهم مشاكل؟ لأن إبليس ما يبغيهم هناك، فرغ منهم وخلص. لكن المؤمنين إذا استقاموا على الطريقة المثلى، إذا التزموا طريق الإيمان، فهذا مما يزعج إبليس والشياطين. فتشوفهم قاعدين لأن قاعدة من الأشياء التي ما فتئ الشيطان وهو يشكك المؤمنين فيها روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات التي اعتنى العلماء المتقدمون في تدوينها وفي حفظها، اليوم انجي بكل بساطة نقول هذا الحديث ما يوافق العقل، هذا الحديث مو ممكن ان الامام قاله. وش موازينك انت اللي تقول الامام ما قاله؟ وش موازينك انت؟ موازينك ثقافية مو عقلية، ثقافتك ترفض هذا الحديث، مو العقل اللي يرفضه، هذه ثقافتك، مكتسباتك، خلفياتك هي اللي ترفض هذا الحديث. الحديث انت ترد من هذه الجهة، هو ما في مضمون واحد، مضامين شامخة كثيرة تستقيم عليها الحياة،
وأقول لك بأنها كانت محرضة صاحب هذه الليالي التي نحتفل بذكرى ولادته الشريفة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب ألفت في تلك الحقبة الزمنية التي تحققت فيها معالم التباني الثقافي والفكري لعلماء الشيعة. اليوم لما نجي نراجع أنفسنا نشوف إحنا على ذاك التباني أو لا، الكتب اللي نقراها ما هي علاقتها بحديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ أقلها أنا إذا أخاصم واحد يستمر خصامي إلى 3 أيام؟ روح شوف أهل البيت وش يقولون إذا واحد خاصم واحد وزاد خصامهم عن 3 أيام. لو كنا على قرب، على مقربة من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شلون صارت أوضاعنا؟ كثير من الأمور تحل، كثير من الأزمات تحل وتنتهي لو أننا نقترب من حديث أهل البيت الذي كان في جمعه محل رضا للإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما نستظهر مما تقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين حقا بالثقلين المقدسين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحيطنا بعناية مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم واجعلنا من أتباعه وأنصاره ومن مقوية دولته وسلطانه. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا، وانشر السعادة والفرح والسرور بيننا وراحة البال، واقضي حوائجنا يا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.